يتمكن السوريون من بناء دولة حديثة ومدنية ومتحضرة كما يعني تفضل ضيوفي على اختلاف أطيافهم، كيف يمكن تخطي مسألة الوضع الإنساني الحالي في سوريا وما يشاع عن أو ما يقال، دعنا لا نقول يشاع، ما يقال عن جرائم ضد الإنسانية قبل الانتقال إلى هذه المرحلة؟ يعني في الواقع الأمر بحاجة بداية إلى وقف القتل، يعني قبل أن لماذا هجر الناس قراهم ولماذا ذهبوا لاجئين إلى تركيا بسبب القتل الذي يمارس الآن في المدن السورية بسبب الدبابات التي تنتشر الآن في كل مدينة وفي كل مكان. وما زال هناك إصرار في الواقع على الحل الأمني، على الحل العسكري. سمعنا خطاب الرئيس وسمعنا الآن تعليقات بعض الموالين للنظام يتحدثون بنفس الطريقة، سنسحقهم سنقتلهم، وكأن الأمر في ساحة معركة. لا يبدو أن هناك جدية فيما يطرح عن قضايا الحوار، لا يبدو أن هناك جدية فيما يقال عن الإصلاح. الإصلاحات كلها بلغة سوف نفعل، سوف ربما خلال أشهر. كان يتحدث الرئيس يتحدث مثلا عن قانون البلدي، قانون الإدارة المحلية، ثم قال ربما هذا بحاجة إلى قانون الانتخاب، ولذلك سننتظر حتى إعداد قانون الانتخاب لنعدل قانون هذا. ثم قال نحن بحاجة ربما إلى تعديلات دستورية، ولكن عندنا انتخابات في شهر آب، ولذلك قد تتأجل 5 أشهر أخرى. وبالتالي ما زلنا نتحدث عن لغة سوف والأشهر القادمة. هو تحدث عن الدستور، تحدث عن جدول زمني لصياغة لبعض المواد الدستورية، وتحدث أنه إذا أردنا أن نغير الدستور، يعني صحيح أن خطاب رئيس الأسد اليوم تناول مسألة الإصلاح في يعني جو المستقبل أو في مزاجية مستقبلية، ولكن هو أراد من منطلق الدولة أن يفرض الأمن والاستقرار بداية ثم يتحول إلى الإصلاح. هل ترون في هذا ترتيبا ملائما؟ في الواقع الدولة لا تقتل شعبها، الذي يقتل الآن ليس دولة، هؤلاء عصابات. يعني إذا كان يتحدث منطق الدولة يجب أن يحاسب القتلة الذين تورطوا في دماء السوريين، يجب أن يحاسب الذين قتلوا الأطفال حمزة وغيره من الأطفال الذين عذبوا الأطفال. الرئيس تحدث عن إفساد الأطفال وقال أن هذا الجو يعني مفسد الأطفال وأنهم الآن باتوا لا يحترمون مؤسسات الدولة. ما هو الأشد إفسادا أو ما هو الإفساد الحقيقي؟ هل هو المظاهرات التي تجري الآن أم قتل الأطفال وتعذيبهم وقلع أظافرهم وصور حمزة وهاجر وتامر الخطيب وتامر وإلى آخره؟ حتى يقال أن هذه الصور وبعض ما ينشر على مواقع يوتيوب والتواصل الاجتماعي هي لتهييج الرأي العام السوري، لفرض الفتنة أو لبث الفتنة بين السوريين، وهذا ما نلام نحن عليه في قنوات الإعلام الفضائية من خارج سوريا منذ عدة أشهر. هذا هو دأبهم منذ بداية الثورة، هم يقولون هناك مؤامرة وهناك الإعلام يضخم. طيب إذا كان الإعلام يضخم أو يبث هذه الصور، لماذا لا تمنعون أو تمنعون أصلا القتل لكي لا تنتشر هذه الصور؟ يعني هل المشكلة في نشر الصور أم المشكلة في القتل وفي التعذيب وفي قلع أظافر الأطفال وفي التشويه وفي التعذيب الوحشي الذي لم نرى مسؤولا واحدا حتى الآن حسب على ما ارتكب؟ والآن يتحدث الرئيس أن يعني بمعنى اللغة سوف هناك محاسبات، ولكن في الواقع يعني كان يجب أن يقدم اعتذارا لأهل الضحايا، يجب أن يقدم اعتذار الذين أهينوا في البيضة وغيرها وتلبيسها. هو عزاهم وهو قال إنه يعني آسف لي، ليس آسفا يعني يعتذر، ولكن يعني بحالة من الأسف والعزاء لمن راحوا ضحايا لهذه التظاهرات. يعني دون الاعتراف بالمسؤولية لا يحول شيء من الواقع، لا يغير شيء من الواقع. عليها أن يعترف أن ما ارتكب الجرائم هم عناصر الأمن والعصابات الشبيحة المرتبطة بها. عندها نقول أن هناك تغييرات حقيقية جرت. أما استمرار في إلقاء اللوم على المتظاهرين أنفسهم وأن هناك مندسين ومخربين ومجرمين وهناك مؤامرة خارجية ومؤامرة داخلية، فهذا يعني أن الإصلاح ما زلنا بعيدين عنه. وبالتالي جاء الرد الشارع سريعا الآن في المظاهرات في كل مكان، وجاء رد السلطة أيضا بإطلاق الرصاص في درعا وغيرها الآن بدأ إطلاق الرصاص. وبالتالي لا معنى إطلاقا لما جاء في خطاب الرئيس، هو تكرار لما جاء في سابقا ووعود لم تتحقق منها شيئا والناس لم تعد تثق. وهو نفسه اعترف أن هناك عدم ثقة، ولذلك قال أنتم يعني تقولون ليس هناك جدية، لكن نحن نحاول وليس هناك مماطلة ولكن هناك بطء وهناك معطيات على الأرض وإلى آخره. بدأ الرئيس الأسد وكأنه يحاول يعني بث الطمأنة لا سيما بالنسبة لأهالي جسر الشغور وطلبهم بالعودة إلى مدينتهم لأن المدينة تموت بدونهم، والحديث عن الأمن الذي سيستتب إذا عادت الأوضاع إلى طبيعتها. برأيكم لماذا افتقدت هذه الثقة بين النظام وبين أهالي جسر الشغور وغيرهم وكيف تسترجع؟ يعني ببساطة هناك عائلات عادت واختفت، هناك أشخاص عادوا وقتلوا. قبل سمعنا الآن قبل قليل هناك 5 عائلات اختفت، قبلهم هناك عائلتان قتلت وهي في طريق عودتها إلى بيوتها في جسر الشغور. نعم. الآن هناك اقتحام للمدن المحيطة بجسر الشغور، وبالتالي أستاذ محمد سنعود إلى النقاط الأمنية في سوريا داخلا، ولكننا فقط سنتوقف مع فاصل قصير. أستاذ